نلتقي من جديد، أجدد الترحاب بكل مشاهدينا الكرام، بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء أينما كنتم في كل مكان، مباشرة من مدينة بني ملال في هذا البث المباشر وفي هذه الجولة الليلية بشوارع وأحياء المدينة. درجة الحرارة انخفضت نسبيا، تسجل 31 درجة في هذه اللحظات، ذلك كانت مسجلة بعد زوال اليوم 39 درجة، ذلك من المرتقب أنها تنخفض 26 درجة بالليل، ذلك نسبة الرطوبة 39%، سرعة الرياح كتجاوز 6 كيلومترات في الساعة، يعني بعد يوم حار مشمس وساخن بعموم جهة بني ملال خنيفرة، كذلك بنواحي أزيلال بإقليم أزيلال بالضبط، كان يوم ساخن بأي تعتاب إقليم أزيلال، كذلك بفم الجمعة بإقليم أزيلال، مناطق اللي زرناها اليوم طبيعة الحال كانت ساخنة كذلك، وكما هو الشأن بمدينة بني ملال مشاهدينا الكرام. كيف هي الأجواء عندكم؟ من طبيعة الحال كلكم تفاعلوا معي في التعليقات، تعطوني الأجواء عندكم، واش نفس أجواء بني ملال وجهة بني ملال خنيفرة، ومنين كتتابعوا قناة الشعب بطبيعة الحال مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه هي الأجواء العامة هنا، أقل من ساعة على منتصف الليل، تقريبا 50 دقيقة قبل منتصف الليل متابعينا مشاهدينا الكرام. هذه الأجواء العامة هنا بعموم جهة بني ملال خنيفرة، ذلك السكينة مازال خارجين متنفسات وللمساحات الخضراء. كنتواجدوا حاليا قرب ساحة المسيرة الخضراء، هي واحد المتنفس طبيعي، مساحات خضراء هنا، السكينة باقين في هذه المساحات، باقين في الشوارع كذلك، 50 دقيقة قبل منتصف الليل مشاهدينا الكرام. الأجواء العامة بشوارع وأحياء عاصمة جهة بني ملال خنيفرة، بني ملال وجوهرة الأطلس المتوسط. مشاهدينا الكرام إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها، مع تحيات أخوكم طارق، دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.